السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم يا شباب في بث جديد على قناة سايلنت زي. كيف الحال؟ موسيقى أو الباك جراوند ميوزك لنادي بيمونتي تشعرني بالحماس. أشعر أن أود الذهاب إلى الملعب لأجري خلف الكرة وسدد الأهداف. كيف حالكم؟ احمد فوزي عبد المعاد احمد عوض كيو كيو كي بي بي ماكو احمد الدماس وصدافر عمر سعيد كابتن توباسا محمد ابو بكر الشيشاني عبود المدمر اكس محمد حاجي اسماعيل العسافي بدر الجدي عبد الله القلاف محمد جرادات عبد الوهاب الملا يامي واسلام فتحي. شكرا عبد الوهاب ملا لتشجيع الشباب على اللايك وثبتنا. التعليق بو خالد الكندري مازو الدريع للعبيدي عبد العزيز عبد الله خالد خالد اسامه اوسع سفيان غياث فالع العجمي وعصام سعيد المطيري. هلا 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 وباقي الشباب اللي لسه ما سمعنا صوتهم وين يا شباب؟ وين باقي الشباب؟ ارسلوا ارسلوا رابط المقطع للشباب في الجروبات وقولوا لهم اللايف ستريم بدا والجلد بدا. الليله ليست ككل الليالي. هارب من صندوق الفراوله ما ادري ليش اليوم الفلتر مبيني اصفر. دقيقه ثواني. مصر الفلتر يطلعني اصفر يعني ماني حاط فلتر بس يعني الكاميرا مصفراني شويه كاني فعلا خارج من صندوق الفراوله. خلينا نحاول نعدل اللون. وولف تنما جالاكسي ثواني يا شباب. اللي راح يعلق مرة ثانية على صندوق الكرز ولا الفراولة حشيل حطفي الكاميرا بعدين أو أعمل له ميوت. أمزح. ها الألوان تعدلت الآن. مدحت صالح ريد هاوك. يلا يا شباب جاهزين؟ انا صوتي يمكن واطي من اول. كارلوس يوري بسلطان اكزيع. الله الله يا اخي ما ابغى اغير صراحه مبسوط على الموسيقى ولكن مضطرين نمضي قدما. هيا بنا. معي 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 على السمع على السمع على السمع. جاهزين؟ والله نار. مرة ثانية. このプレイにかける。俺のゲルマン魂は弱じゃねえんだよ。
وهذا شنو هذا؟ ثبسا أوزورا ومولر من حقبة الرايزنج سان في مباراة المنتخب الياباني ضد المنتخب الألماني. في اللقطة الرائعة من تسوباسا حين نفذ التسديدة المتدحرجة على الأرض بطريقة إبداعية، ومولر الحارس الذي لا يستسلم يقفز بطريقة إبداعية ليلتقط الكرة بيده اليمنى بعد إصابة يده اليسرى. ماذا تفعل يا مولر؟ أي قلب حديدي تملك وأي شراسة وجرنتا. أبو غالب، والله أبو غالب شكلمك على الواتساب لاحقا اليوم، لازم ضروري أكلمك. محمد العبدي مستر أوفر بيبو ليجند، ومين كمان ما سلم، سب زيرو وكل الشباب اللي لسه معانا إنجما، حياكم الله، والله متحمس جدا معاكم يو اي جي تي ار. يلا يا شباب، يلا. اليوم عندنا مو ساحب، عندنا جلد ساحب، كمية كوبات بنرات ما لمستها، بطاقات مجمعها، وخلينا ننطلق للحدث الأهم. تسوباسا أوزورا ومولر بانر سوبر دريم كوليكشن، تسوباسا باللون الأخضر ومولر باللون الأزرق، طبعا منتخبات رايزنج سان بنرات، طبعا سوبر دريم كوليكشن معناه بانر ثلاث خطوات ملتي، تعطيك خطوة مجانية. خلينا الآن نتعرف على اللاعب الأول، تسوباسا أوزورا باللون الأخضر، ويلعب في الوسط المهاجم، ونقاطه مو جيدة، مو رائعة، رائعة جدا، وحشرح زيادة الآن. الاستامينا 1295 أو تقريبا 1300، ولما تطور باوندر بريك فور حيصير عندك لاعب عنده الاستامينا تقريبا 1400. كل النقاط الاتاك رائعة، عندكم 10400 دريبل، 11200 شوت وباس، 10500 في الديفنس، التاكل 9600 وانترسب 9000، الفيزيكال الباور مدعوم بشكل رائع 10400 تقريبا، سبيد 8600 وتكنيك 9500 فتاح. يعني هذه النقاط تليق بتسوباسا أوزورا طبعا طبعا طبعا، خصوصا انه لاعب دي بف، انت يكون عندك لاعب دي بف بهذه النقاط، لاعب دي بف بهذه النقاط، هذا لما يكون فريق الدي بف والخصم ما هو يعني ما عنده دروع، تسوباسا أوزورا المفروض يمسح في الخصم عشب الملعب. تيم سكيل اكستريم اوايكنينج اوف جابانيز بلايرز، يزيد اللاعبين اليابانيين 23%، شانس ميكر الباسيف الحصري الى الان لتسوباسا، ولا اتوقع اي لاعب اخر في اللعبه حيحصل عليه. تسديدة جديدة منفردة 535، ما تضعف من الزوايا، ومع ماجد هذا تحديدا هذه أنسب تسديدة له، لأنه لما يكون لاعبك تسوباسا عنده تشانس ميكر غالبا حتحب تلعب فيه أو تخليه يلعب في الأطراف، وبالتالي لو دخل منطقة الجزاء من الأطراف التأثير هذا حيخليه يسدد على الحارس بدون ما يضعف مومنتم التسديد، أو حيكون يعني ضعف التسديد بسبب الزاوية يقل بشكل كبير. الفورس 535، أتوقع نفس فورس تسديد المشتركة مع ريفاول في نسخة الدريم فيست الأخضر، وأعطوله أفضل دريبل وأفضل تمريرة سنوبورد دريبل وفلاينج درايف باس، جاهزين معاه، يعني انت هجوميا جاهز، باقي تختار لك 1 2 بس للهجوم، تاكل مع سبي، تاكل مع انترسبشن ومهارة إضافية وخلصنا. البوند في حال وجود 3 لاعبين خضر بدون أي شروط إضافية، 3 خضر فقط، أجانب يابانيين أندية منتخبات ما تفرق، المهم 3 خضر، فريقك يزيد 3% وخصمك ينزل 3%، فيري بوتنشل تزيد نقاط تسوباسا 15% كحد أقصى، كل ما انخفض مستوى الطاقة لما تضيف معاه تنسيتي معناه أنت حتطلع كل ما لدى من ما لدى ماجد، حتى لو
بيجي من او عفوا لما يكون معك التنسيتي مع الفارب وتنشل تقدر تطلع كامل طاقة ماجد في نهاية طاقته حتى لو عندك واحد فقط استمنة. دريبل رينج انهانس تزيد المسافة المقطوعة 5 مرات بعد الدريبل الناجح. خطير 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 هذا الهيدن لماجد هذا تحديدا لما يلعب في الأطراف وما حيكون في نص الملعب نفس وضع ماجد الأحمر برشلونة الأخير. إذا عمل دريبل ونجح فيه توقع انفرد في الحارس مباشرة يكون جاهز للتسديد. ماجد من وجهة نظري في الميتة الحالية وإذا لعب خصوصا في فريق ديباك فتقييمه 5 من 5. هذا رأيي أنا التسديدة اسمها لاكارونا بيتش أتلانتيك أوشن سكيبينج شوت. يا إلهي هذا يعني يبغى لها عريضة بيت شعر. هذا مو اسم التسديدة. هذا التسديدة اللي تمرن عليها حسب ما يقول لا كورونا. كورونا هنا ما هي مقصود فيها الفيروس. كورونا إذا كان هي نفس كلمة كورونا اللي أنا أعرفها بالأسبانية معناها التاج. التاج يعني كلمة كورونا أصلا باللغة الأسبانية أو اللاتينية تعني التاج. إذا كان هذه هي نفسها والحين دخلنا حصة علمية. فيروس كورونا ليش سموه كورونا؟ لأنه شكله تاجي تحت المجهر. الفصيلة أو الفئة اللي انتمي لها فيروس كورونا تعتبر فيروسات تاجية. فهي الكلمة جاية من التاج. فهنا يمكن يقصدوا فيه شاطئ التاج. المهم ما علينا إذا كلامي صح فالحمد لله. إذا كلامي خطأ لا أحد يقول لي والله ترى حصتك التاريخية الجغرافية سيئة. نرى إلى مولر. يا مولر مولر المفروض اللي انتو شايفينه هنا مو مولر اللي لعب ضد ماجد. هذا مولر اللي لعب ضد البرازيل وقت ما أصيب. لأنه أصيب في مباراته ضد البرازيل أتوقع وقام بهذه الحركة لأنه يده اليسار مصابة فاضطر أنه يقفز بالطريقة العجيبة هذه عشان يمسك الكرة بيده اليمين. فمرة أخرى مولر طبعا ألماني وحقبة الرايزنج سن وكالعادة مولر ميزته الأساسية الكاتش. نقاطه تتركز حول الكاتش وليس البنش ولكن أتوقع مع باوندري بريك فور وقت الضرورة ممكن تستعمل بنش إذا تحب لكن ما هي الخيار الأمثل. الاستامينة 1200 مع الباوندري بريك فور تصير 1312. التيم سكيل يعطي الأجانب 23%. الباسيف نفس باسيف نسخة الدريم فيست لونج فيد يمرر الكرة لأبعد لاعب في نصف ملعب مولر. التقاط جديد المفروض انه اقوى كاتش لمولر 520 مع استهلاك طاقة 420. اتوقع هذا افضل يعني حيكون يعني اذا عندك هذه المسكة اتوقع ما له داعي تستعمل مسكة التايم اتاك لانه هذه اقوى منها وتستهلك طاقة اقل منها. اتوقع مسكة التايم اتاك اتلغت بوجود هذه المسكة. طيب واطول ويند ميل كاتش هذه أول كاتش كانت موجودة لمولر في نسخة الجونيور يوث ولكن ما أنصح أنك تحطها في مسكات ثانية أفضل منها وتستهلك طاقة أقل. وطوله دبل هامر ما هي أفضل مهارة بنش ولكن يمشي حالها كمهارة ثانية. عموما يلا البوند في حال وجود 3 لاعبين زرق أجيلتي تايب بغض النظر عن الجنسية والانتماء المهم لونه أزرق الفريق كله يأخذ 5% ويضيف للألمان نقطة إضافية و 15% ضد اللاعبين الأجانب. قاتل الأجانب 15% ضد الأجانب. ماستر كاتشر هيدن مهم جدا لحراس الكاتش. الكرة يا يمسكها يا تدخل هدف. أما كرة يحاول يمسكها وتضيع لا. هذه أحيانا تتعب الحراس نفس وليد الكوليكشن الأحمر يحاول يمسك الكرة ترتد وهو لاعب فول بادي ستاند ترتد ما مسك الكرة لو راحت لاعب ثاني حينهار
يطيح على الأرض. المحاولة اللي بعدها حيكون أضعف، حتحاول تمسكها يمكن ما تمسكها، فحتضيع استمن على مرتين. هذا مولر حينقذك في الحالة هذه، يا حيمسكها يا حتدخل هدف طبعا، أو تضرب في العارضة أو تنفجر، بس ما حترتد الكرة من يده. مولر، إيش رأيك مولر؟ آه مولر كان ممكن يكون أفضل بعدة طرق. أول حاجة في هيدن خامس ما أضافوه، هل كان لازم يكون في خامس؟ لا مو لازم، لكن لما تعطيه له كاونتر موف نان جابانيز يزيد نقاطه 15% ضد الأجانب. أنا شفت نقاطه ضد يابانيين ونقاطه ضد أجانب في الصور في الجروبات، واحد مرسلة بتجربتين، لو افترضنا التجربتين بنفس الطريقة صارت، مولر بدون ما يتفاعل قاتل هيدن قاتل الأجانب، أو حيكون الكاتش حقته ضد اليابانيين 62,000 وشوية، وضد الأجانب 67,000 وشوية. ترى الفرق جامد، 5,000 الفرق، لما يكون 1,000 يسوي كثير في الوقت الحالي، فما بالكم 5,000. تقييم مولر حاليا من وجهة نظري في الميتا الحالية أتوقع 4/5، لأنه أغلب المسددين في الميتا الحالية أغلبهم أجانب 90% حاليا، بوجود بسام اليوفي اللي بدأت أشوفه مؤخرا يطلع في الأونلاين. حيتعب مولر ضد بسام، ما أقول إنه خردة مولر، لا مولر ترى لا حارس جيد، حارس جيد مولر، لا يستهان فيه. 62,000 الآن ترى ما هي بسيطة أوكي، لكن لو الميتة تغيرت وصار الهجوم ياباني أو صارت الميتة يابانية، مولر حيقل تقييم ويصير يمكن 3.5/5 أوكي. تمنيت مولر يكون أقوى منها من الوضع هذا، لكن خلينا نقول إنه مولر يعني كان أداؤه أفضل ضد الأجانب قبل الإصابة، ولما قابل اليابان أتعبوا اليابانيين عشان استغلوا إصابته خلينا نقول. طيب طبعا هنسحب على البنرين وحنطلع اللاعبين الاثنين إن شاء الله، وحيكون في أشياء ثانية نسحبها. هنا أنا في عندي خطوات ما سحبتها، هنا في عندي 5 بطاقات، وهنا في 6 بطاقات، وفي عندنا هنا هذا البنر الحصري اللي فيه لاعبي كأس العالم، حنسحب يمكن بس هذه 50 اللي تضمن لك لاعب واحد. أنا من لاعبين اليابان الرايزنج سن السنة اللي فاتت ما عندي لا رعد ولا نيتا، أتمنى يطلعوا لي الاثنين صراحة، خصوصا نيتا، لأنه نيتا حركته كانت حصرية في هذيك النسخة، ما رجعت كررت مرة ثانية. وحسحب هذه السحبة الملتي من بنر الكوليكشن اللي تضمن لك لاعب واحد فقط، كما توقعت فخ، هتضمن لك السحبة الأولى لاعب كوليكشن واحد من بداية اللعبة إلى الآن، من الأخوين شوك اللي في بداية اللعبة إلين جوتس آخر لاعب. في عندنا طبعا حناخد لفة على دريم بوت، في عندنا هنا 3 بطاقات اس ار، عندنا هنا ملتي، عفوا هذه اس اس ار، وهنا ملتي حق اس ار، وهنا في عندي 3 بطاقات حقت الريورد ادز، مدري ليش عوضوني بثلاثة، يمكن لاني ما استفدت منها. لو تفتكروا اللايف ستريم اللي عملته اول يوم في الاحتفالية ما استفدت من الموضوع. يلا بدون اي تأخير اضافي، جاهزين يا شباب؟ الشباب اللي دخلوا مؤخرا تحية لكم، انا كنت بحاول ما اقطع جزئية شرح مولر وماجد ورأيي فيهم، لكن تحية لكم جميعا. كابتن تشيت باسا ليجند يقول لكم مولر خرم. رعد أبي العراقي أهلا صديقي. إسماعيل العسافي، زيد زيد صديق الصدوق حبيب النور نورك. ميثم تايجرز وولف، سابينا موغاسا، هلو أولا سابينا موغاسا، I hope I pronounced your name in the right way. أوميغا حسن الخطيب حبيبي منورني. أمير خسروي، ساودي 2030، محمد حاجي، أحمد جمال، I live in Saudi Arabia، سابينا موغاسا،
you put the flag of your country. I'm not strong enough to know what flag is this. شباب اللي يعرف العلم اللي حطوا او حطته سابينا موغاسا يا ليت يقول لنا من فين سابينا موغاسا. طيب واحمد البوشي ومين كمان وليد فروين روبرت سليمان وباقي الشباب الله يعطيكم العافية كمون وليد طرقاني عمر فيدز تيوب مساعد سنسي زيكو برنس محمد ويلا يلا توكلنا على الله. أول ملتي أول ملتي في هذا البنر إهداء خاص لوحده بو غالب معايا أنا توين شوت. يلا يا ابو غالب معانا يا ابو غالب ولا مليت وطفيت اللايف ستريم؟ بسم الله توكلنا على الله. طبعا اللاعب المفضل عند صديقي الصدوق ابو غالب هو ثبساء يسميه العود. ابو غالب واحد من الشخصيات الرائعة. هلا هلا ابو غالب يقول ما زال معانا. ابو غالب يعشق شيء اسمه اليابانيين ويحب الميتة اليابانية ويعشق شيء اسمه تسوبسا. فهذا إهداء خاص له تسديدة مشتركة بين سايلنزي وبو غالب. وقبل لا ننفذها شباب أذكركم بالاشتراك بالقناة. إذا ما اشتركت ليه ما اشتركت؟ أنا نفسي أفهم أنت ليه ما اشتركت. اشترك فورا تدعمني. ما تبغى تدعمني ليش معايا؟ أمزح معاكم طبعا. واللايكات وين اللايكات؟ واللي فعل الجرس إذا ما فعلت الجرس توصلك آخر الإشعارات وشارك يا ليت يا ليت تشارك رابط المقطع. أوه بدأت اللايكات تطلع. حلو حلو يلا كمان لايكات. حلوين العداد بدأ يرتفع شوية. طيب شاركوا رابط المقطع مع الشباب عشان يدخلوا يشوفوا اللايف ستريم. بدأنا فقرة الجلد عشان يدخلوا يشوفوا معنا فقرة الجلد. في روابط في خانة الوصف. الرابط الأول للديسكورد شاركونا في الديسكورد. الرابط الثاني للتليجرام. ادخل التليجرام عشان توصلك اخر عروض الدريم بولز على متجر سايلنزي للدريم بولز. استفيد من عروض الدريم بولز اللي اعطيكم هي الفترة الاحتفالية. صدقوني سعر لا يقاوم لو تعرف التكاليف. لو تعرف التكاليف سعر لا يقاوم. هتروح تدعي لي في الحرم. والرابط الأخير الرابط الأخير الرابط الأخير نسيت. لدعم القناة شاكرين لكم دعمكم المستمر. سابينا فروم تنزانيا. ما شاء الله شباب تحمسوا راح اشتغلوا جغرافيا. والله فيكم البركة يا شباب. مازو وليد فروين وعبود شكرا طلعتوا تحبوا الجغرافيا. يلا يا شباب يلا تسديدة مشتركة بيني أنا وبو غالب. بو غالب يرلق من البداية. أبو غالب تسديدة مشتركة بين شنايدر وكلتس. غير في تشارد لكن من يكون على البنار زينو. شباب معلش سامحوني أنا أبو غالب حنكمل لفة مع بعض. أبو غالب again. أبو غالب التسديدة الثانية. أبو غالب خليك معايا يا أبو غالب. أوه يا أبو غالب حظك نار وشرار. أوراق ملونة. ここは باشي غايك جيرمان داباشي نو ميسي دوكورو دا. إلى الآن أنا لاعب في تشارد. أوه يا قلبي ماشي السليناس. يلا كلهم حراس اقدر استفيد منهم في الباوندري. يا بيبو اعصابك على بات تقدر يديك ميوت بس انت ما تقدر تعطيه ميوت. انتبه. يلا ابو غالب محاولة اخرى. والله يا ابو غالب حظك نار. كنارزي ها معقول ما فيها؟
معقول ما فيها شيء؟ على ايش الخزعبلات اللي طلعت هذه؟ تبا من الخدعة. والله فخ، والله فخ. يكذب بو غالب، المحاولة الأخيرة يا بو غالب. يبالها رشفة من مشروب بارد. يلا يا بو غالب يورلق. بسيطة. يلا يا شباب، بس مضطر اشيل البن اللي يشجع على اللايكات لانه مغطي لي على حاجه يا عبد الوهاب الملا. بس اشكرك الشكر الجزيل يا صديقي لتشجيعك الشباب ودعمك للقناه يا صديق الصدوق. بانج كومنتس اور نيو سبسكرايبر، بانج كومنتس وذ ابو بكر الشيشاني. توين شوت But we will try this time in Muller's banner. يلا يا شيشاني and Bang Comez. Twin shot. اتراب علي صالح حبيبي، حياك الله. في تعليقات اختفت بدون سبب، معلش شباب اعذروني، حنديكم كلكم اهداءات، ما حنسى احد ان شاء الله، طولوا بالكم علي. المدمر اكس اكس ومحمد حاجي يكذب. جاهزين؟ المدمر اكس اكس ومحمد حجي. هل تكون تجديد مدمرة؟ مشكور يا شيشاني على اللايكات. وين في لعبة اختفي؟ مفيد كليزمان، اقوى لايف ستريم الى الان، رقم قياسي عدد المشاهدين، اللهم صل على النبي. مشكورين يا شباب. كم شايفين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 129 واحد حسب ما هو ظاهر لي الان، 126. واو واو، اكبر عدد يشوف اللايف ستريم سويه. يلا احمد فوزي واسماعيل العسافي، يلا حاول نسرع شوية، ورانا صعوبات كثير. 128، يعطيكم العافية يا شباب. أي والله يا ريد هاوك، أسوأ بانر بانر الكوليكشن من ناحية الحظ. والله شخصية كلب شرير. الدرع وبدر الجدي، يلا يكذب. الدرع وبدر الجدي، صراحةً أبغى نسختين من مولر ونسختين من ماجد، أتمنى ما أضطر أني أنا أشتري نسخة وما عندي واحدة غيرها. الدرع وبدر الجدي وألعاب نارية كثيفة خارج الملعب، لنرى. يكذب تايغا.
كي تبصا سبع. الحظ وما أدراك ما الحظ، سحبنا لفة كاملة في ماجد ولفة كاملة في مولر. حسحب بحظكم كلكم يا شباب، وكلكم إن شاء الله الحظ معاكم طيب، لكن ماشي بترتيب معين عشان ما أتلخبط. عبد الله القلاف ومحمد زرداتا، رجعنا إلى بنر تسوبا ساو زورا. تشانسوا تشانسوا العبنا ريا عبد الله القلاف وعبد الله القلاف ومحمد زرداتا. بابا شايكو جيرمان داباشي نو ميسي دوكورو دا. هيا نريم نريم الروح الألمانية وباربي اثنين. الله فعلا اثنين مش ولا واحد في تشيرد، حرام عليكم. هذا كنت منتظره عشان بسوي باوندري بريك فور لهاياتو ايغاوا. صدقوا من يوم ما جاني ما طورته، الان بس بطور، اليوم حطور ان شاء الله. يلا اقل شيء طلعنا بلاعب مفيد. يامي وعبد الوهاب الملا، يامي وعبد الوهاب الملا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يامي ويا عبد الوهاب الملا. سرعت شان في لقطة، لاعب آخر غير فيتشرد. يا إلهي وين الفيتشرد؟ البنرات بتجلدني البنر تلو الآخر، ماذا تفعلين يا كلاب؟ تبا جون ميسوغي. الآن مع صديقنا إسلام فتحي وصديقنا بو خالد الكندري. إسلام فتحي وبو خالد الكندري، وصدقا أتفائل بالأشخاص اللي أسماءهم إسلام ولا يهون بو خالد الكندري صديقنا وحبيبنا، أتفائل فيكم كلكم جميعا. إن شاء الله الحظ في هذه التسديدة يكون حظ مبارك. فرصة مع بعض الألعاب النارية، هل تجلب ماجد أو على الأقل تفك النحس ونشوف لاعب فيتشرد أم ماذا؟ ここは私が行く。ゲルマン魂の見せ所だ。何？ فيها؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها؟ آه؟ آه؟ في لاعب مخفي؟ طبعا الأول ما هو فيتشرد، لكن هل في أحد ثاني مخفي أم ماذا؟ ديلبي 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 ديلبي. بيقولوا لك اللاعبين ما يتكرروا، يعني على كثر لاعبين الاس ار، لكن سكاكي نسختين منه جنب بعض، سبحان الله. طب يجيبونا نسختين ماجد يتكرر جنب بعض، يعني ايش المشكله؟ الدريعي وعلي العبيدي. هيا كنارز غورو وباتي ياري ايكو زي تايغا ايكي يا نجاي. يعني جاية يا سمعت شان تكحلي معنا هنا وتستبرك وما احنا شايفين. لا ما قررت الاسماء، ما قررت الاسماء يا شباب. صوت اللعبة عالي، نطي شوية، نطي ليش لا نطي. واذا قررت يعني مو قصدي نطنش احد يا شباب، والله اني ماشي بترتيب الشاشة أنا شايفه عندي هنا، والله صدق أنا بهديكم كلكم. طبعا لا تخافوا، لسه الليلة طويلة، الليلة طويلة، أهم شيء أنتم ما تختفوا، أهم شيء أنتم ما تختفوا. جربنا لفتين إلى الآن في بنر ماجد، في لاعبين SSR، نعم لاعبين SSR في نسبتهم نعم، لكن ماجد مو راضي يطلع ولا واحد من الفيتشر أصلا راضي يطلع. نرجع لبنر مولر و صديقنا كيو كيو كي بي بي قلب أسود. ما أعرف هذا يرمز إلى ماذا، هل هذه تعويذة أم شيء آخر؟ مع عبد العزيز عبد الله. يلا يا شباب أعطونا مولر، أعطونا مولر. كيو كيو كي بي بي مع عبد العزيز عبد الله.
ألعاب نارية. هل هناك لاعب بيتشارد أم ماذا؟ لا. والله لسه فيها، لسه فيها أمل. إلى الجحيم يا فواز. خالد، خالد مع أسامة أوزع. جهزوا نفسكم. خالد، خالد مع أسامة، أسامة أوس. اللي شايفه أنا صحراء قاحلة، ولكن هل، ولكن هل، هل يقهر خالد، خالد وأسامة أوس نحس اللعبة في هذه التسديدة؟ بصراحة أزعجوني اليابانيين في تسديداتهم. حبيبي يا ساموراي شينوبي عبد العزيز عبد الله العراقي أبو كرشة، الكرشة هيبة أبو يا شيخ عبد الله. ومين مين انضم لنا؟ جراي. والله في شباب كثير، حتجيكم كلكم يا شباب، ما يهمكم. يلا سفيان غيات صديق الصدوق مع فالح العجمي. هيا. والله أنا بنر بنر، عفوا هنا لفة وهنا لفة يا أبو سلطان. سفيان غيات وفالح العجمي. أنا كل ما أشوف فواز هذا ما حمشي السحبة خلاص، علشان يمغصني هذا. يلا عصام سعيد المطيري، اللفة الأخيرة في ال... عفوا الملتي الأخير في اللفة الثانية. فيها شوية ألعاب نارية. عصام وسعيد المطيري. لا 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 لا، هذه اللفة الثانية في بنر مولر منحوسة. شايفين اثنين سانو جونيور يوت جنب بعض، بيقول لك ما تتكرر الفرص يعني عشوائية. نعم نحن نعطنا يعني نسب في البنرات عشوائية ولا يوجد أي مشاكل. نعم نعم عبود وتنما جالكسي، عبود وتنما جالكسي عودة في لفة ثالثة في بنرة سوبسا أوزورا. راح أزعل لو ما طلع لي نسختين ماجد اليوم. وتبن تبن 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 تبن، إيش هذا؟ إيش الحظ هذا؟ إيش هذا الحظ؟ إيش هذا الحظ يا يمين عبود وتنما جالكسي؟ جيرمان دابا ميسي، ولا ما أدري إيش يقول، إيش يقول جيرمان ماذا؟ يلا يلا عارفين ما في شيء. أوس ظافر و وولف، أوس ظافر وولف، أوس ظافر وولف. أنا قلت حمشيك يا فواز. مدحت صالح ورد هاوك. مدحت صالح، لا مين؟ أيوة مدحت صالح وهوك، ريد هوك فيها ولا ما فيها؟ طيب تشانس أوراق ملونة يعني فيها فرصة عالية. طبعا لاعب SSR، هل يكون ماجد؟ هل يكون ماجد؟ خلينا بعد هذا الشيء من قدام عشان لو حصل ماجد لا أنفعل. جاهزين؟ مدحت صالح، ريد هوك، أبغى تسديدة متقنة يا شباب. ここは私が行く。ゲルマン魂の見せ所だ。頑張って。
ست مسجلات. كي سبسا شلائد. إكزت سوب زيرو عجبته. إكزت والله أنا قاعد أتفرج على كلسو في شيء مو راضي يروح من دماغي. ما أعرف تتفرجوا على بوكو نو هيرو ولا لا؟ أو هو ماي هيرو أكاديمي لما يكون انديفار يحارب النوم الأسود ويطلق عليه في بداية القتال عند البرج يقول له هيل سبايك وهذا يقول له إكزيت. صراحة حلقة كانت رائعة جدا شفتها بدون مبالغة في 50 مرة ولا أمل منها. يلا 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 أبو سلطان. أبو سلطان متفائلين بحظك يا أبو سلطان مع كارلوس يوري. كارلوس يوري and أبو سلطان توين شوت رايت ناو the last multi in the second round and captain تسوباسا بانر. تسديدة احترافية. نشوف يا أبو سلطان and كارلوس يوري. تشانس فيها تشانس فقط ما حركت. انا قلت في قتال واستعمل حركة اسمها هيل سبايدر ما قلت ولا حاجة. قلت يعني حلقة نارية اللي ما شافها لازم يوصل يشوفها. اصلا ايش بتسوي قفل اللايف ستريم راح شوفها الحلقة هذيك. اهم امزح لا حد يطلع. بو سلطان كارلوس يوري اول مره اشوف ماجد و ماجد واشتاد تسددوا مع بعض ولا في شد ولا يكون ماجد رجاء لا تكون كرر. اللعب الاخير البطاقه رقم 10 وماجد رقم 10 هل يكون ماجد سرعه بس كالو. يا حظي بس يلا. أبو عمر العتباني. أبو عمر العتباني نعود. خلصنا ثلاثة لفات في بنر تسوباسا. أبو عمر العتباني مع مين مع مين مع مين؟ مع UAE GTR R35. سيارتك GTR يا صديق الصدوق ولا هذه سيارتك المفضلة يعني؟ يلا الثنائي إليكم. هل يخرج مولر؟ ديسوا كونو اوريدا شنادا. ليه ليه يعني ليش الصراخ هذا يا ماجد؟ اطلع اطلع من البنر تعال واصرخ. ما تسوي لي انك قوي وانت ما تبي تطلع. والله يا زيد انا شو اسوي يا زيد؟ إنجما صديقي إنجما صديقي إنجما صديقي إنجما انقذني يا إنجما انقذني يا إنجما مع ليجند إنجما والليجند. هل يكون إنجما والليجند أقوى من نحس البنر؟ هل يظهر مولر الآن؟ ديسوا كونو اوريدا شنايدر. اللي ثاني مرة نرت تسوباسا وشنايدر او ثالث مرة. ها تشانس يا ولاعب غير فيتشرد. ما هذا لا مولر ولا تسوباسا وباسكال هو الوحيد اللي خرج كلاعب فيتشرد اليوم. مأمونو اول لاعب كوليكشن غير فيتشرد يعني يعتبر ثاني لاعب كوليكشن نشوفه اليوم. كل السحبات ما كان جيب لاعبين كوليكشن ولا ادري على ايش المفروض نسبهم مرتفعة اليوم. كمون مع بيبو وتشانس. يلا كمون وبيبو كمان يا ابو تزيد ابو شركه الفيتشر تداري يلا مولر 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 مولر.
حرام عليكم حرام عليكم. تبا لكم. لا 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 هذا ما هو شكلام هذا ما هو شكلام. لا 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 الله حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم. قلت طلع مولر قلت خلاص طلع مولر قلنا كمون مع ليمون و... مستر اوفر 99 نكمل مع عمر سعيد. ضيوفنا اليوم يا عمر سعيد مشغولين ضيوف العادة. عمر السعيد مع مستر اوفر. يلا 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 شكله بيها لعب ثاني كمان. الاشعاع البرتقالي او الذهب اللي يكون في الخلفيه لازم يكون فيها لاعب ثاني, ولو ما في لاعب ثاني فكي يعني اللعبه حتى معناها تلعب اعصابي. هو بالفين أسطورة الحراسة الألمانية الصخرة التي لا تنكسر والإرادة التي لا تنثني مر الحصن المنيع للمكانة الألمانية. تعبت أعصابي. الظاهر اللعبة يعني أشفقت علي بعد ما شافت الانفجار الكوني في السحبة اللي فاتت. قال لك والله يعني أعطيناها قنبلة. كويس الرجال لسه يعني ماسك أعصابه ويضحك. مر الله يبارك فيكم يا الشباب. يلا خلصنا جبنا أول واحد. هيا بنا إلى بنر ماجد حتى تظهر نسخة ماجد, بعدين نشوف حسب الوضع إذا حنكمل نجيب نسخة زيادة ولا لا من مولر ومن ماجد. واو واو تشيت باسا تشيت باسا ورعد أبي العراقي. يلا الله يبارك فيكم يا شباب شباب شباب. راح أسحب بحظكم كلكم, لسه ورانا سحبات كثير لا تخافوا. شيت باسا وأبي العراقي وأنا شايف ألعاب نارية واحتمال فيها لاعب SSR, وإن شاء الله يجي ماجد ونخلص من كوليكشن ونروح نشوف أشياء لطيفة ثانية. ثاني سليناس اليوم ثاني سليناس اليوم يقولوا لي روح طور سليناس الأزرق باوندري بريك فور. أنا حستنى أشوف مين حيطلع على بنر البرازيل في الاحتفالية. هيثم الحكماني يقول لكم هل يسوى الواحد يسحب على هذه يعني اللاعبين اليوم أو اللي يستنى للسوبر دريم فيست؟ إذا كان تلعب دي بف طبعا اسحب وطلع ماجد وانت مرتاح طبعا اجباري. اللاعب جدا مهم ولا يسوى انك تستنى للدريم فيست وتطنش ماجد. شوف في بنرين اثنين مهمين في الاحتفالية والمفروض من وجهة نظري
تركز عليهم أكثر من أي بنر آخر، لأنه باقي البنرات كلها حنطولة في الشهر ولسه فيها فرديات وتقدر تجمع وتقدر تشحن، لكن في بنرين اثنين لازم يكونوا أولوية عندك، بنر الكوليكشن وبنر دريم فيست. أهم بنرين في الشهر، أهم بنرين لا تطنشهم صراحة، خصوصا ماجد، وخصوصا لو بتلعب ديباف. لو بتلعب ديباف أنا ما أعرف إيش بتسوي، ليش ما سحبت ماجد على ماجد إلى الآن. طيب ميثم تايجرز أند سابينا موغاسا فروم تنزانيا، أو نو ここはわしが行く。ゲルマン魂の見せ所だ。何طيب حنبدأ من الآن نعطي الإهداءات لأربع أربع أربع أربع، يلا عشان الشباب أعصابهم تعبت، شباب ما مقدرين ينتظروا، كل واحد حاس إنه دوره ما حيجي. يلا أوميجا، حسن صديقنا حسن الخطيب، أوميجا أمير خسروي، سابي 2030، ومحمد الحاجي في تسديدة رباعية. وين اللايكات شباب؟ معقول معقول إلى الآن ما وصلنا 100 لايك؟ أنا ماني فاهم. Our new subscriber Agon Kez Agon Kez I don't know if I pronounce it the right way. Agon Kez أو أغونكز، ما أعرف كيف تطقطها أنا، بس أغونكز thanks for joining our channel and for joining the live stream. يلا أحمد جمال، أحمد البوشي، روبرت سليمان، ووليد فور وين. يلا يا شباب يلا يا شباب، ذبحنا البنر. لا ماجد ناوي يتعبني. طيب اهداء خاص، اهداء خاص للمودريترز اللي معانا الاثنين، نطلع شوي من الترتيب، نهدي للمودريترز، نهدي المودريترز حسن الجاروف وباتو جيمز. حسن الجاروف وباتو جيمز، يلا يا شباب حسن الجاروف وباتو جيمز أصحاب المفاتيح الإنجليزية. واو سعيد، سعيد ساكت من أول يا سعيد، يعني كان لازم أقول أصحاب المفاتيح عشان تظهر يا سعيد، ولا أنت ظاهر من أول وأنا ماني مركز لأنك تلعب ديباف مؤثر علي، درجة الحرارة مولعة في أيادية، الديباف مؤثر. سعيد حسن الجاروف وباتو جيمز، لا يكون سلطان مختفي، يلا سلطان الرابع مع انه مختفي، يلا هلا اصحاب المفاتيح الانجليزية ينقذوني الليلة. لا يا اصحاب المفاتيح الانجليزية، مفاتيحكم الانجليزية صدئة وتحتاج للتنظيف والصيانة. هذاك عندي احلى مصدي المفتاح الانجليزي. يلا 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 يلا، لمين لمين، وين رايحين وين رايحين؟ نبغى نمشي شوية في الإهداءات. وليد طرعاني، وليد طرعاني، وليد طرعاني، ولا وليد طرعاني، دائما أسألك ولا أني قادر أفتكر. مع عمر فيدز تيوب، مع مساعد سنسي، وزيكو 156. يلا 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 يلا، شو ما شاء الله صرنا نمشي أربعة أربعة وما إحنا ملحقين. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب، ここはわしが行く。ゲルマン魂の見せ所だ。行け。ゲルマン魂。جربنا حظك الآن. عمر فيدز ومساعد سنسي وزيكو وسادي 2030 وما في الشاي لماذا؟ كينج فيجا. يا شباب بالله هدوء لو سمحت. معنا كينج فيجا من كوكب فيجا. هدوء عشان لا يدينا قنبلة. فيجاترون هنا يفجر لنا لايف ستريم. تحياتي لكل عشاق جريندايزر.
كينج فيجا تايتو 121. انا يعني صراحه ماني عارف كيف انطق الاسم. كي اي دي دي جي جي. عمر اكس 71 ابو ياسين. يا شباب صراحه شكرا لكم انه ما زلتوا متواجدين على اللايف ستريم. الناس اللي كتبوا تعليقات من البدايه ولما اذكر اسمائهم يرجع يقولوا ها احنا جاهزين. رهيبين انتوا. كينج فيجا كي اي دي دي جي جي. ومين قلنا كمان؟ ورط نفسي. مع مين قلنا؟ مع مين قلنا؟ الله تعذروني يا شباب مخي خلاص تنح تنح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مع عمر. مع عمر مين؟ والله ما فيها والله ما فيها للأسف. ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها. وليد طرعاني. تعبت يا شباب تعبت والله. ودي ارفع درجه حراره التكييف في الغرفه لانه الوضع صار لا يطاق. اعصابي تعبت. اكس ماجد اكس ماجد وايمن الفارس. وعلي الصالح وعبد الرزاق غافر. يلا يلا نبغى ماجد. يلا 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 يلا. في ناس من اول قاعدين ينادوني. وصلناهم وصلناهم وصلناهم. امجد اس اي امجد اس اي شينوبي وجراي وعبد الله العراقي ابو كرشه. اشتغديت اليوم يا عبد الله العراقي. بعد هذه ابو غالب يلا بس نكملها. جراي شينوبي امجد اس اي عبد الله العراقي ابو كرشه دجاج. صحه وعافيه. لا لا ما حسحب فرديات ابدا اليوم. ما في فرديات. قاعد تاخذ ملتي مجاني يا رجل. هذه اكله الدجاج يا عبد الله. لو انك اعطيتها دلمه عراقيه كان يمكن الحظ افضل معانا. بسيطه. شوف حتى علي باد جيمز يقول لك انا الدلمة العراقية. والله يمكن يمكن ما يحبها. ودي اجربها صراحة. انا صديقي عندي واحد من الاصدقاء اسمه النادي ابو ياسين يعشق شيء اسمه الدلمة او المحاشي. عبود من عراقي تحياتي لكل اخواننا في العراق. تحياتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله البركه فيكم كلكم يا شباب وكل الشعوب فيها الخير. الله يجمعنا دائما وابدا على كلمه الحق. نكون موحدين ان شاء الله. طلعنا هوم على حسب توجيهات العود بو غالب. طيب يا بو غالب بس اطلع هوم ولا ايش؟ مستني ال مستني التوجيهات يا ابو غالب. حسيت نفسي كذا فجأة صار عندي تشويش. دش اسحب. اوكي شكرا. طلع الموضوع سهل. نو ستوب. قال لك ما تسحب. طب انا ابى يعني بتصرف يعني. دقيقة
لازم نروح نفض شوية نسحب. هنشوف في عندي لاعبين هنا. ها فيه يلا خلينا ننظف شوية نستعمل مكسر الاس ار. ناني خلينا ننظف المخزن باستعمال مكسر الاس ار. شباب انا لاحظت في بعضكم يستعمل مكسر الاس اس ار. انتوا ما تتعلموا؟ السنين ما علمتكم؟ ما تعلمتوا شيء يعني؟ يقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انتوا تلدغوا 20 مرة برضو ما تتعلموا. لا احد يصحى يستعمل مكسر الاس اس ار. لا احد يستعمل مكسر الاس اس ار. صعقت والله لما شفت ناس يا عمي اذا في فخ كبير في اللعبة اكبر فخ في الاحتفالية فهو هذا اللي انتوا شايفينه على الشاشة مكسر الاس اس ار. هذا هو تعريف الفخ. تبغى ترمي نفسك في فخ كذا تروح سباحة تحط نفسك في الفخ. صحة وعافية يا رعد أبي العراقي. يلا أفضل المخزن بالمكسر وبعدين نرجع للسحب. الله ما أعرف أقول لك يا جري. يا أخي أعطوني مشكلة ما في لاعبين قدامة هنا يا أخي. أبغى مولر جونيور يوث. أوه لسه 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 والله فيها أتوقع فيها ثمانية مكسرات تستعمل الآن غير هذه. يا إلهي يا إلهي طلع مين أول واحد؟ دقيقة والله أوف 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 كل هذا لاعبين اس ار عندي معقول؟ والله الى الان استعملت اربعه استعملت المكسر اربع مرات يا اله الا الله. تخيل 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 يا جراي تخيل ينزل لاعب يرجع اللاعبين المكسيكان ويكونوا مرعبين. تخيل تخيل بس معايا وتروح تقول اه ما عندي مطورين باوندري بريك فور استفيد منهم وتروح تضطر تستعمل كوينز باوندري علشانهم. تذكر كلامي وقتها استعملنا الى الان اربعة المكسر اربع مرات. احسنت ايامي احسنت تطلع لك سوبسا وترميه في المكسر. أبدعت المفروض أن أصدق أيامي صح؟ لا أحد يقول لك ما راح يطول. مو إحنا اللي نحكم اللعب يطول ولا لا. والله ما افتكر انه انشر اقلد مشهور. والله احنا وصلنا كم دقيقه كم في اللايف ستريم؟ ساعه وتسع دقائق. برجع اشوف اسمع نفسي ماني مركز كنت اقلد مين صراحه. جوتسا مره ثانيه. حلو حلو احسنت احسنت. ماشي ماشي يا شنوبي ماشي حاضر صبرك بس صبرك. يعني إلى الآن ما استفدنا ولا شيء من المكسر هذا. لعيون شينوبي بس اثنين فرديات هنا بس اثنين فرديات. ها
نحاس شينوبي متنفس. شفت يا شينوبي يطلع لي لاعب آر يرضي مين الكلام هذا؟ غلطاني اللي يسحب فرديات. أنا عرفت ما شاء الله من رفزاك النجمة يعني. عشان تعرف شانك إيش عندي يا شينوبي. خلاص عشان شينوبي يرتاح عادة 20 مرة. ها خلاص شارة راحت كل النجوم. أتمنىك مبسوطة شينوبي الآن. يلا عودة للإهداءات. دراغو جولد، دراغو جولد 3000، ساموراي، عمر اكس 71، وبين فويد. يلا والله يا شينوبي، شينوبي لو كملت اللفة هذه، لو كملت هذه اللفة وما طلع ماجد، لا تجي تديني الدنبوش حقك مرة ثانية. سيلفر وعقليل وعبد المعاد وميو عمر انسانيتي. يلا يلا يا شباب، فيها فرصة، فيها فرصة يا شباب، يا شباب. جيرمان دابشي نو ميسي دوكورو دا، جيرمان دابشي. وبنشرت وينك يا ماجد؟ ها ماجد عليك، لا يجيني واحد مكرر. ما أبغى البقية، أبغى ماجد، أبغى ماجد. آه يا وليد، حرام عليك يا وليد. ياسر دبي 2020، ومين ومين ومين؟ شفتوا قلت لكم هنهدي الكل، بس انتم ما تصدقوا، تخلوني كذا بس اعيش في جو. هيثم الحكماني ونايت وولفز وعبد القادر ابو علم. يلا السلامة. احمد كيو ان اي، احمد كيو ان اي، فاميلو جامع، سيناتور ام سي 5، الشباب اللي اشوفهم لاول مره، ومحمد الخرساوي. واحد معانا خسراوي والثاني خرساوي، الأسماء تتشابه ما شاء الله. طيب وين اشتراكاتكم يا شباب يا جدد؟ نورتونا وشرفتونا. يلا هذه باسمكم جميعا الرباعي. محمد الخرساوي رفقة توميلو جاما، أحمد كيوني ونايت وولز. قال لك كنرز، خلاص أنا أعصابي تعبت، مو راضي يطلع اللاعب. حسونا وما أدراك ما حسونا، مع عزوز ومن أيضا الجوكر وذا ليجند. لا ما اتوقع اقدر الان اشتري. لا انا ما قلت انت جديد يا احمد كيو ان اي، مو انت، الشباب اللي بعدك الثلاثه قلت اسمهم، اسمائهم كانت جديده. انت لا معروف يا احمد كيو ان اي، دائما اشوفك يشرفوني كلهم. انا ما اقصد حاجه، بالعكس، بس حبيت اقول انهم جدد ونرحب فيهم. يا عم اسكت يا عم، انا اتنرفزت من الالمانيين وهم يسددوا. باقي يجيب مولر يشوت معاهم بصوته. طيب مين 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 ما أخذ إهداء؟ فيصل، إسي فيصل و ميليا ديركا، ميليا ديركا، ميليا ديركا، إسي فيصل، ميليا ديركا،
مالاديركا سفنسل و و و ساموراي وجومارو جاهز. وانا تعبت اعصابي وكفاية علينا الجلد يا عطيني بعد الخوكاني بعد هذه حنشوف. خلينا نشوف كم سحبنا هنا. تمام كلكم هتاخذوا هداءات ما شاء الله ما شاء الله عدينا 100 لايك وصلنا تقمي حاجة و 160 متفرج على الهواء مباشرة. أرقام قياسية تتحطم هذا اليوم أعزائي السادة المشاهدين. لا 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 يا ماجد باقي 3 ملتي ونشتريك إجباري. أبغى نسختين حرام عليكم يا كلاب حرام عليكم. ماجد يستاهل نص مين ما أهديناهم؟ دودي الدوسري غايا دودي الدوسري وغايا اس اس ام كاتا وكولو لا كولكو اس اس ام كاتا ومين قلنا مين. يا الله والله يا شباب صراحة موضوع الهداءات هذا لازم نشوف له طريقة ثانية لأنه أنتوا ما تصبر علي وأنا صرت ضايع في النص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب في واحد شفت اسمه هنا قبل شوية ما أخذ هداء حسن الحامد يلا بلا دبشي بلا هبشي امشي يلا. فأنا ما حطلع في التعليقات هشوف في اسماء معينة الآن أمامي لأن بصراحة الموضوع خرج عن السيطرة أشرف حسن وعلي ورونكس اللي ما سمعوا إهداءات يقول لي ما سمعت إهداء عشان أهدي له يلا. وفواز العنزي بس اللي سمع هداء يا ريت يدي فرصة لغيره يلا. الدريعي أعطيتك يا دريعي أحمد منعم يلا أعطيتكم يلا كلكم اللي سمعتوا اسماءكم الآن هنكمل لفة كاملة ما جاء ماجد اشترينا خلاص. يا ربي يجي بشتريه أبغى نسخة غير أشتريها. يا ماجد يا شو بسوي الدرع أعطيتك سب زيرو لا تغش. أعطيتك يا عبد العزيز فاكرك وفاكرك يا علي. أنت يا علي الآن تقول أنا يا أخي العزيز أخذت هداء. أنتوا الاثنين أخذتوا هداء. كل لكم الآن اللي قاعدين تطلب هداءات كلكم أخذتوا هداءات. أعطيتك يا عبود أعطيتك يا مازو. صح محمد مازن انت ما اخذت صح. لا مو القصد حاجة يا شباب والله كلكم تستاهلوا. لا ولا حد يتأسف كلكم تستاهلوا هداءات كلكم والله كلكم تستاهلوا هداءات. بس الفكرة طلعت فرصة للكل اتوقع انا بحظي هذا حظي كل ما منحوس اليوم. آخ مو راضي يجي ماجد أشرف حسن حبيبي أخذت يا أحمد جمال أعطيتك إهداء وفاكر اسمك أعطيتك يا إكس ماجد. خلاص شباب الكل أخذ إهداءات. أنا بنفسي لما أشوف أحد جديد دخل يسلم حدي له إهداء لوحدي. الكل أخذ إهداءات أبهدي هذا لنفسي أنا على صبري.
أو أنا حصير أدي إهداءات للشباب اللي أنا أفتكرهم دائما وماني شايفهم معنا في اللايف ستريم ومفتقدينهم وعارف إن هم لو بيدهم حيدخلوا معنا اللايف ستريم. أبو علي، أبو علي المدريدي صديقنا الصدوق اللي دائما معنا في اللايف ستريم بنارات الفست، كان ودي يكون معكم اليوم، وصديقنا هاني، واثنينهم شباب، هاني عبد الله أبو علي، شباب نعتز فيهم إخواتنا من الكويت، اثنينهم كانوا يبغوا يكونوا معنا اليوم بس والله كل واحد عنده ظروفه واعتذروا. هذه إهداء لهم. ذاكي مرهون، جمارو جاهز، سبوز ميا، مين كمان؟ أحمد القشمري في قلبك بلع. يلا هادي سبوز ميا، يلا باسمك، يلا خلاص شباب بيجي اثنين ملتي، بيجي اثنين ملتي، حسحبهم الاثنين خلاص. ابو نايف، الان شفت تعليقك ابو نايف، يلا انت وابو حبيب في اللي بعدها. يلا سلم لي على دبشي. جورج جايمر، هاي عرب سبراوس، هاي عرب راوس، هلو ماي فريند، هاو ار يو، وير ار يو فروم، ريمايند مي. بو حبيب هو بو نايف محسن بوستا، مين كمان؟ اند جورج جايمر، اند وي نيد ا فورث وان. او جورج، يو هاف فانز ان هير، يو هاف فانز ان ذا لايف ستريم. يلا نبغى واحد رابع، يلا انا رابعهم. وجوكر، جوكر الرابع، يلا يا عم مين قال ما ابغى ماجد؟ كل اللي اسوي هذا ما ابغى ماجد، افكر اسحب زياده كمان، ماجد خلاص صرت اقدر اشتريه، ابغى نسخه ثانيه كمان. هاقف سحب هنا، خلينا نسحب بطاقات بعدين نشوف. يلا عندي هنا بطاقات أشكال وألوان، خلينا نسحبها ونشوف المكسر وننظف، وأفكر إذا هسحب زيادة ولا لا في بنر ماجد. خلاص أنا صراحة ضايقت من اللي صار معايا، كل هذا ماجد مو راضي يطلع. ميساكي جونيور، Thanks George for being here. Thanks for joining us, although you don't understand Arabic. I really appreciate it. I hope you're enjoying the program and the live stream. يا سلام، اثنين جرانديوس اليوم، يعني جرانديوس يعني اخضر واحمر وازرق، كوكتيل جرانديوس. يلا هات هذه. ما يبغى، لا جرانتس الأحمر جاء قبل شوية، الآن من المكسر، الآن جاء من المكسر الأحمر.
مرتب. ان شاء الله متابع يا وولف مركز. الان الان جاء من المكسر، الان جاني من البنرات جرانديوس الاخضر، والان من المكسر جاني احمر وازرق ورا بعض. ايش في هنا تحت؟ ايش في هنا تحت؟ يا الهي، كنت 44، كان عندي 44 صارت 89. خلينا نشوف. هلا هاشم احمد حبيبي. شباب 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 حلو، ابغى نسخ مايكل بالهبل. عندي احساس كبير، عندي احساس كبير مايكل حيكون دريم فيست. عندي احساس كبير مايكل حيكون دريم فيست. يلا ما حخلي ولا شيء، حسحب كل حاجه الان، كل شيء عندي حسحب. وجه البطاطا. مين تتوقعوا اللاعب الثاني اللي حيكون مع مايكل؟ يعني انا يعني احساس كبير عندي انه مايكل واحد من لاعبي الدريم فيست هذا الشهر. هل يكون مايكل وزيدان؟ الله اعلم. جيراردو اورتيزا، وير ار يو فروم ماي فريند اند ويلكم تو ذا لايف ستريم. اريو تاميسن. مسكي باريس. اوه ما حشتري، افكر يمكن اسحب زياده شويه، اصبروا. شباب شباب ابغى واحد يجهز نفسه يلعب وديه، يكون معه فريق دي بف، ويكون ماجد جاهز مطور كل حاجة. نبغى نشوف ماجد، أو نبغى نشوف يعني هنلعب كذا مباراة ودية إن شاء الله، بس أبغى أشوف ماجد الأخضر، نبغى نشوف مولر الأزرق، نبغى نشوفهم كلهم. فاللي عنده اللاعبين مطورين جاهزين، فرقهم باوندري بريك فور، لهم الأولوية اليوم يلعبوا وديات. سلفادور، Welcome my friend and welcome to all of our fans and the people who are watching us from Salvador. Gerardo Ortiz. Zettaini kimeru. Yoshi, koko da. Ike! Bitaqat 3. Subhanallah. سبحان الله، كلهم زرق وكلهم دفاعيين. ها كلهم زرق وكلهم دفاعيين، حتى ليفن دفاعي، مهارته الأساسية توقع انترسبشن صح؟ دفاعي، ثلاثة زرق دفاعيين وكلهم يلعبوا في أوروبا. طيب خلونا نجرب هذه هنا، هذه هنسحبها اهداء لكل شباب ميدل ايست. شباب ميدل ايست خليكم على السمعة، شباب ميدل ايست يلا. ما عندي رعد ولا نيتا، ابغى رعد ونيتا. طبعا ما اعرف حيجون اثنين ولا لا، خلي واحد منهم يجي بس. بس شايفين ما يقول لي لاعب فيتشرد ليه؟ حيان انا المفروض ما كان استعجلت عليها، بس اوه ميساكي الجونيور تبا. وفي هذه السحبه اللي هنا الخفيه، هذه بسحبها، وبشوف مين حظي حيطلع في الكوليكشن هنا. شيايغا هايتيرنا ناندكا واكو واكو شيتي كيتشاتتي ايكي. حتى اللاعب ماله نفسه يطلع يبين وجهه.
والله عز الطلب عز الطلب. كويس طيب يلا نرجع فوق نسحب هذه ولا هذه خلينا نشوف هذه يلا 4 كروت تعبنا السحب تعبنا السحب يا شباب نفسيا اقسم بالله ترى متعب متعب للاعصاب السحب هذا نبغى لاعب مفيد يلا بادس براين ابو عمر يقول لك براين ما اعرف ليش تقول براين بس خلينا نشوف ما اعرف صراحه انا ما اقول لك انه مستحيل بس ما احس انه حيكون براين الفارو لواردو اور نيو سبسكرايبر ويلكم ماي فريند يلا يلا يا شباب بس ثواني نخلص السحبات هذه ونروح على المباراة الودية سانتانا فيست جديد والله أتمنى أتمنى سانتانا فيز جديد صدقا أنا أقول متوقع مايكل وزيدان اثنينهم أو واحد منهم حيكون على الدريم فيست هذا الشهر أنا ماني قاعد أسحب ماني قاعد أسحب بانرات دريم بولز قاعد أسحب بطاقات الاحتفالية مجمعها لي كم يوم ها اللي يقول لي جراندوس ما يطلع واحد نسخة ثانية من جراندوس الأحمر أوه ممكن احتمال أنا ناسي النقطة هذه نسيت النقطة هذه الشهر هذا احتمال كبير يكونوا 4 لاعبين دريم فيست فممكن يكون مايكل رافائيل وزيدان وبرايان وسانتانا مو اثنين بس حيكون 4 وما أدري حيكونوا أندية مع رايزنج سن أو كلهم أندية أو كلهم رايزنج سن بس احتمال كبير يكون الدريم فيست الشهر هذا 4 لاعبين أوه هذا والله يمكن نستفيد منه باوندري وهذا أيت هذا المعاد ضربة منخفضة أوكي يلا باقي كمان 3 طاقات هذا ألبرتو البلوك آخر بطاقة أوه لسه في 2 كمان يلا شنايدا Man, I didn't get, you see, from this banner, I got only one Genzo, only one Pascal, and I reached 320 points already. And in this banner, I didn't get Roberto. I got 2 Davi and 1 Muller. خلاص 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 بس هنا 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 خلاص بس نشوف الميكسر ونطلع يلا جاهز نفسك يا مين الجدي ايوه قال الجدي بيلعب يلا عوران يا الله على كمية اللاعبين اللي من الميكسر اليوم نيتا
اشوف انه ما احد صار يتكلم على تيجر براند، اشوف ما احد صار يتكلم على تيجر براند، مع انه الشهر اللي فات الشهرين اللي فاتت كله كان يقول تيجر براند. بطلنا نتكلم على تيجر براند صح، لانه البنر الالماني، البنر الالماني اللي حيكون الاسبوع هذا اعلنوا مين عليه، كالتس وشنايدر وتيجر براند. شنايدر وكالتس نسخ دي بف، وتيجر براند نسخة بف ميزته السايد ماستر، فلذلك بطلنا نقول تيجر براند. خلاص واضح الأمور. يلا يلا يلا، وين رقم الغرفة؟ هنروح نتكلم على الألمان في آخر لايف ستريم. واتش ماتش، والله وين رقم الغرفة؟ وين رقم الغرفة؟ أعطونا رقم الغرفة. آسف جدا على الإطالة، بس شايفين كمية البطاقات اللي أنا مجمعها هنتكلم عنهم، بس خلينا بعد عشان طولنا على الشباب اللي بيلعبوا ودية. كان يقولوا الجدي بيلعب اللي أنا فاكر صح، أبغى رقم الغرفة. مين جاهز يلعب؟ مين جاهز يلعب؟ يلا يا شباب نبغى مباريتين ودية اليوم. شستر وكاشيمازو، والله يا ريد هاوك صراحة يعني مقترحاتك صعبة. في أحد كان يقول أتوقع يا بدر الجدي، أبعرف من ال... في أحد قبل شوي كان يتكلم أبغى يلعب عشان ما يقول تجاهلتني، قالوا لي فلان جاهز. مين هو؟ بدر الجدي. ماشي الجدي جاهز، بس كيف أخذ منك رقم الغرفة يا الجدي؟ وين الرقم الجدي؟ طيب بدأ جدي انت الثانية. دريعي عبد السمارة، هلا حبيبي دريعي، هل عندك واحد من اللاعبين الجدد حقين اليوم ماجد او مولر جاهز؟ مسعد سويتا، عليكم السلام. ما حشتري ماجد الآن، ما حشتري الآن، ممكن أرجع أسحب لفة زيادة. يلا يا دريع افتح غرفة، افتح غرفة أعطينا رقمها. نبغى أحد يلعب ضد الدريع يا شباب، ويريت عنده مولر أو ماجد. يلا الله. طيب الرقم في الديسكورد، طب حطوه هنا في اللايف يعني ما تفرق. يا جماعة الديسكورد ما حد أرسل لي رقم. بدر الجدي قال لي بيعطيني الرقم هنا. طيب ماشي، بس ماني ما في احد اعطاني رقم. دريع حط الرقم 4 6 2 8 9 4. يا ليت واحد معاه ماجد او واحد معاه مولر. شنو هذا؟ شنو هذا؟ الآن يا صديقي مسعد حنشوف مولر يسوى ولا لا. الآن حنشوف مولر يسوى ولا لا. أنا أشوف أنه مولر يسوى الآن في الحقبة الحالية، لأنه أغلب اللاعبين أو أغلب الميتا أجانب، فحيكون بكامل قوة طول المباراة ضدهم. لكن لو نزل له بسام يتفاهم معاك وسنته طيب. دراغون سكاي
واو اوه انسانتي نازل بمولر وماجد على طول. يلا الكرة حمزة كابتن سوزا دريم تيم الكويت حنسميه 30 كويت. اوه اللهو الخفي كرة اقطع جامو ولكن الان الكرة يعتربها فيجر بران في منتصف الملعب و اي زوا يلتحم مع كل من تاكنشي وغريب. هل يستطيع ايزا وتجاوز الاثنين؟ هل يستطيع ايزا وتجاوز الاثنين؟ يا الهي لو قفل في هذه التكل كان اعطاهم الاثنين مراوغتين. الله انا كنت خايف منه. ايزا يقتحم ما في امل لك يا غريب. توقف ايزا ايزو يتجاوز رفاق الدرب تاكاشي و ليه حرام عليك حرام عليك بسكال ما كان متسلل ما كان متسلل بسكال حرام عليك. الان الان ما حتعدي ما حتعدي ايشي زاكي ما حيتركك في حالك يا انسانيتي كما هو متوقع. ايش ذاك يقطع التمريرة التمريرات هذه هل هي جليتش؟ هل هذه التمريرات لاج ام هي شيء اخر؟ براين في تسديدة باتجاه مولر. زمان عنه براين هذا ما شفته. 56,000 ضد الأجانب في تشكيلة دي بوف بس ضده 36,000 الفرق شايفينه كم؟ ولا في أمل. واستعمل كاتش الفست يطلق تمريرة بعيدة إلى بسكال. بسكال في موقف محرج. كرة يعترضها غريبة تذهب إلى إريك إريك شميت. الكرة حوزة أيزو الذي يلتحم مع مدربه جامو. ماذا سوف تفعل في هذه الأثناء يا أيزو؟ هل تحاول المضي قدما أم أنك سوف تمرر الكرة؟ يا إلهي الكريتيكال الذهبي يعزز الفرص ويستطيع جامو اقتلاع الكرة من بين أقدام أيزو ويرسل الكرة إلى تاكاشي الذي يتم إطباق فكي الكماش عليه من جنتيلي وشمت أصحاب الألوان الخضراء إلهامي. وعليكم السلام. ولا حتى التخمين ينفعك يا حبيبي. ما تمزح مع جنتيل. جنتيل انسانتي ارسل الكرة. جنتيل في هذه اللقطة يلتحم مع اوي. يستسلم الكرة الان حوزت. كرة خطيرة كرة خطيرة يرسلها غريب الى بسام داخل منطقة الجزاء. كرة خطيرة ولكن بسام لا يكترث على ما يبدو ويسدد يسدد. تسديد الفست الاخضر. يا الهي ماذا تفعل ماذا تفعل يا الدريعية؟ 45,000 او 800 او تقريبا
46,000 وما زالت نقاط مولر. يا جماعة بس هذا عشان عليه تأثير البف. يس لا يا مولر لا يا مولر يعني ولا حتى استعادة شريط الذكريات نفعك يا مولر. بسيطة بسيطة آه 520 مع 420 وهنا 510 مع 410. لا يعني الليجند اوف ذا فانتوم كيبر اصحح لنفسي ما زالت يعني مفيدة تعتبر على طول التسديدة اللي اضعف مباشرة من عفوا الكاتش اللي اضعف مباشرة من الكاتش الجديدة وعلى طول اقل منها في الاستامينا ما زال لها فايدة الكاتش حقت التايم اتاك. بس يا الهي 520 يعني فورس معها 420 استهلاك طاقة كثير 420. لا ما هو ضعيف جدا مو معناه دخل عليه هدف انه ضعيف. هذه الاحتمالات لو تشوف كارقام وكخط الاحتمالات المفروض الفرصة لمولر اعلى بس الحظ ساعد الدراعي في هذه اللقطة اكثر. انسانتي في منتصف الملعب تسوبا ساش المهارات مراوغتين احسن. لا مو بسيط مو بسيط بسام بسام هذا مخيف صراحة. هو يغلق روبرتو خيار التاكل لنا تسومسا. ماذا تفعل الآن يا روبرتو بعد هذه اللقطة بسام؟ بسام الصندوق يا قو قلبك يا إنسانتي. دخلت ببسام الصندوق تشكيلتك صراحة مثيرة للاهتمام و انت بتلعب ضد اثنين اتوقع يلغوا انت يعني حطلك اثنين يلغوا تكفيل المهارات يعني فواز من الجهة هذه حيتعب. حدد هذي ما هيكارو ماتسو ياما عنده انسايت ماستر. خلينا نشوف بالفعل ويجري ويحلق ويلتقط الكرة من هذه الزاوية. هذه صعبة ايوه حياخذها ما تستهين ابدا برادونجا. ايوه هذه اللي ابغى اشوفها انا. يوغا لما يلعب مع لاعبين كلب الباسيف شغال وثابت طول وقت المباراة و46 الف في فريق دي باب لا يستهان فيها ابدا. ايش هذا؟ تمزح يا انسانتي معطيله 10. ما طورته طول ايش نزلته اذا ما طورته؟ انا برايي تستسلم يا صديقنا الدرع في هذا الالتحام لان واضح هياخذها. شفت واضح اماري تشوشيني نورن جاني ماجد ما كان هيعدي حتى لو كان في الميد اريا فما بالك لما يكون في الطرف. لا معقول الى اين يا الهي ماجد جاهز ماجد في وضعية سانحة للتسديد. اتوقع الكرة الى باسكال ثم الى ماجد بالفعل. صعبة 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 هل يلحق يسدد؟
هل يلحق يدخل منطقة الجزاء؟ لأنه أيوة داخل منطقة الجزاء. كم نقاطه؟ 46,000. هذه نقاط لاعب فريق دي بوف. شو أقول لكم؟ 46,000 ما هي بسيطة، بس والله نقاط تزيد عنده عالية. واو واو على التخمين الصح، ولكن الحظ ما خدمك هذه المرة يا دراعي. ماذا تفعل الآن يا إنسانتي؟ هل تسدد؟ والله مسكها مولر، اللي كان مفروض يمسكها ما مسكها، واللي المفروض تدخل هدف ما دخلت. جنتيل يغضب ويلتقط الكرة. يا إلهي يا إلهي، يعني هل معقول يعدي مرة ثانية؟ لا ما حتمشي كل مرة يا أيزوا، ما حتمشي كل مرة يا أيزوا. قاموا ينتشل الكرة من أقدام أيزوا. لا يا دراعي دي تصطيحة. ما شاء الله دراعي تحفظ 18 سنة، ما شاء الله ما شاء الله. أنا أول مرة أعرف قاعد يلعب اللعبة هذه. عمره يعني أقل من 20. أنا أحسب اللي يلعبوا اللعبة هذه يعني أواخر العشرينات وفوق. ممتاز والله الدراع، عمره 18 سنة ويقارع الخبراء في هذه اللعبة. روبرتو إكني سميو أماك أواصلو يا تباسا. نعم نعم، يعني ايش تبغى تسوي يا دريعة؟ تعطي له مجال يعني وفرصة انه يسجل هدف يعني داخل منطقة الجزاء. قال لك خذها ما ابغى. إليجا إليجا، did I pronounce your name in the right way؟ إليجا، hello from Germany. Hello my friend and welcome to all of our fans from Germany and the European side of the world. Welcome. I'm glad I pronounced it the right way. واو مباراة مثيرة للجدل. أريغاتو. شكرا لكل من الدراعي وإنسانيتي. I'm doing well my friend. What about you? I hope you're having fun with us. الآن نشاهد مباراة ودية أخرى. Good game guys. يلا يا بدر الجدي اعطيني رقم الغرفة مكان ما تحب. يلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني معانا شباب شباب 16 سنة و 17 سنة. يلا مين حيلعب ضد الجدي؟ اتمنى يعني واحد يكون معاه ماجد او مولر او اثنينهم، بس ابغى اشوف اللاعبين الجدد. ابغى واحد معاه شباب. ايش بتسوي؟ حط فريق تخيشة. وينك يا شينوبي؟ يقولوا كنت بتلعب يا شينوبي. والله صديقي اسامة انا خمنت اثنين. برافو 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 ماي فريند. If you don't have a strong team من الإمارات تتوقع تتكلم عربي. يا برافو. استنى بالله يا بدر عشان ما تكون مباراة من طرف واحد. برافو لو فريقك مو قوي كل يا قول. يا بدر حرام عليك، واضح فريقه مو قوي يا بدر. الله يسامحك. أنا ما أبغى مباراة من طرف واحد.
اوكي ماشي اوكي لا مو بطال يعني ماشي خلاص كمل كمل الشباب يلعبوا مباراة ثانية ويلكم جورج فروم مكسيكو ويلكم ماي فريند كان كملت يا بدر كان كملت يا بدر حرام عليك صديقنا برافو اعتذر بالنيابة عن الجميع يعني انا كنت احب انك انت لو حتلعب ضد خصم يكون خصم تقريبا من نفس المستوى عشان تكون مباراة متكافئة بين الطرفين هذا انت 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 يا برافو انت ياسر يا برافو معلش احنا بالعادة لما نلعب نلعب مباريات تكون متكافئة علشان يكون في ندية من الطرفين لو فعلا بدر كمل ضدك ياسر كان حتكون نتيجة ثقيلة خلينا الآن بس عشان الوقت بدأ يداهمنا كملنا تقريبا ساعتين خلينا نلعب مباراة ودية إضافية بدر الجدي خلينا نختار أنا بدر الجدي وشينوبي لو سمحتوا خلي بدر الجدي يفتح غرفة شينوبي ياخذ غرفته معلش معلش يا أسامة بس خلاص خلينا عشان أنا عارف مستوى شينوبي وعارف مستوى بدر الجدي مباراة حتكون مباراة يعني نتفرج كلنا عليها وقوية كلاسيكو ديربي يلا مع انه ما يحق لك تشارط الشرط هذا يا شينوبي بس هو حيلعب بماجد الأخضر الجديد مو ماجد الصندوق الكرت اللاعب اللي تلعب اللي تغلب فيه العب فيه إذا حط هو ماجد معناه ماجد نفسه حيكون هو نقطة التحام ومسخرة يلا رجاءا شينوبي هو اللي يدخل على الرقم هذا يا شباب صح احسنت احسنت يلا نبغى نجرب اللاعبين نعرف خيرهم من شرهم الماجدين الاثنين يلا نبغى نعرف خيرهم من شرهم مباراة نارية أعزائي المشاهدين سوف ترونها بعد دقائق قليلة بين اثنين من أعرق اللاعبين في الأونلاين في الرانك أونلاين على يسار الشاشة مشاهدين بدر الجدي وفي يمين الشاشة أبو مازن شينوبي في هارديز يا شباب وما تعزموني معاكم يا شباب يا بدر ويا شينوبي رجاء خلصونا رجاء خلصونا يلا يلا يا شباب بروح اتعشى انا كمان قال لك اطلب هارديز يعني ما حد يرسل لي هارديز هنا حسن كذا اللاعبين يتقدمون إلى أرضية الملعب الآن كابتني الفريقين ماجد أو كابتن تسوباسا و والله صحيح لبعض على اللون اثنينهم قاعدين يلعبوا ديباف يا حبيبي
يلا تلعب ديباف. انا اجي لك في الديباف. وكلهم ماجد الجديد. الان الكره تبدا. حوزة بدر الجدي تمريرات سريعة تصل إلى فواز. فواز والمية في هذا الالتحام يلغيان. الكريتيكال ينقذ الموقف مع الفول بار لدى المية. يا إلهي جنتيل يلتقط ميساكي في هذا الالتحام. هل يفلح ميساكي في إرسال الكرة؟ الأفضلية لجنتيل ولكن ما زال هناك فرصة لياسين. وبالفعل يا رباه واصل فوق وعالية. عليكم السلام يا سبزي. رحت ورجعت يعني. تسديدة هوائية عالية من ناتوريزا تتجه نحو كالوسياس والأفضلية لناتوريزا رغم الكريتيكال الفضي لدى كالوسياس. هل يستطيع التقاطها مع ناتوريزا؟ هدف الأول. وبالفعل الهدف الأول لمصلحة بدر الجدي. هدف مبكر في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول. شينوبي وابو مازن الان يبدا اللعب مره اخرى. الكره حوزه ميساكي الذي يلتحم مع روبرتو ويلغي قفل الماراتا. ماذا يفعل او ماذا يقرر ميساكي فعلا في هذه اللقطه؟ هل سيحاول المراوغه ام التمرير؟ إنه يمرر ولا توجد أي فرصة لفواز في الاستحواذ على الكرة. الكرة إلى أين؟ يبدو لي أنها في الطريق إلى إنزاغي. كرة تتخطى جميع اللاعبين. لا عنيف يا شينوبي. عنيف يا شينوبي مصر في نص الملعب. والله إنك عنيف. على إيش ناوي يا شينوبي؟ وقفل. كويس معاك اثنين مراوغة. قفل على واحدة وتمريرة بس ما اعطيته 1-2. اي زوا. هذه ودية قدامك يا سبزير. الودية الثانية والاخيرة. اي زوا يأخذ الكرة بنجاح من ماجد ولكن بعد تمريرة خاطئة الكرة تصل الى ميساكي. وماذا تفعل يا ابو مازن؟ ماذا تفعل؟ تمريره رائعه. تمريره لا يشق لها غبار تصل الى نوتيريزا المنفرد تماما مع كازياس. والان الكره جاهزه للتسديد مع الفول باور. اسمع صوت فول باور فضي. بالفعل كرة عالية لينا توريزا. صوتها الصاروخي يرعب الجمهور. كأنه التسديد عند توريزا هنا أضعف. ناتوريزا شينوبي أضعف في التسديدة هذه من شينوبي عفوا من ناتوريزا بدر. ولكن ما زالت الأفضلية لمصلحة ناتوريزا تكون الهدف الفعل هدف التعادل. عندما يجتمع فريق ديباف ضد فريق ديباف فوسائل تسجيل الأهداف تتشابه. هدف التعادل قبل الوصول إلى الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. ميساكي في منتصف الملعب. غريبة ميساكي كأنه ما عليه تأثير ديباف حسب ما أشوف في ألوان النقاط. ما أعرف ليه. يا إلهي العب لعبك يا شينوبي. هذه خطيرة يا شينوبي. كرة لياسين. 1-2 1-2. إلى أين يصل ياسين؟ إلى أين يصل ميساكي؟ تخطف وكرة تتخطى اللاعبين الواحد تلو الآخر إلى ريفولسان. ماذا تفعل يا
ماذا تفعل يا بدر؟ أغلقت قفل على تسوبساء التكل وقفل واحدة من خيارات التكل عند شمت. صعب عليك يا أيزوة، صعب عليك يا أيزوة، حتى وإن كان تسوبساء مقفل عليه التكل. هذه واضحة إنك حتعديه بدربل. الآن محتاج شينوبي يخمن، محتاج التخمين لمن سوف تكون مع الفرصة. أيزو صراحة لا يستهان فيه، أيزو لا يستهان فيه أبدا. الآن ياسين في وضعية أقوى من الوضعية السابقة لأنه عنده نقاط 10% أتوقع زيادة من الهيدن. يا إلهي يا إلهي، ميساكي ميساكي يتجاوز، ميساكي يتجاوز الميها، كان الميها ورقة، ورقة خريف. ويا رباه يا رباه، لا يكون عنده تسديدة منخفضة مع ماجد، شكله عنده تسديدة منخفضة مع ماجد، عنده تسديدة منخفضة مع ماجد. يا إلهي واو، أحسنت يا بدر صراحة، هجمة جيدة ومفاجأة كان ياسين بهذه التسديدة صراحة. كاجياس كان بدون لا حول ولا قوة أمام هذه التسديدة. مباراة رائعة من الطرفين، النتيجة الآن 2-1 لمصلحة بدر. بدر سيحاول طبعا زيادة الغلة، وفي المقابل شينوبي سيحاول الرد خلال الشوط الثاني لمن سوف تكون الغلبة في هذه المباراة القوية الرائعة. أعزائي المشاهدين، أنتم في بث مباشر على قناة سايلن زي، نتمنى لكم المتعة والفائدة، المتعة بمشاهدة هذه المباراة وأحداثها والفائدة بالاستفادة من خبراء الأونلاين ومهاراتهم وطرقهم وأساليبهم. تشاهدون بدر الجدي على يسار الشاشة وبو مازن شينوبي على يمين الشاشة، اثنين من أقوى اللاعبين في مباريات الأونلاين الرانكد، مهارات لا يستهان بها. ولن نعلم من سيكون الفائز حتى يعلن الحكم نهاية المباراة. احنا الآن في شوط المدربين، دخلوا مع بعض لقوا انه هم اثنين هم دي بف، هل تحصل تغييرات وتنزل دروع؟ انا ماني خبير صراحة فرق دي بف، انا اتعلم منهم صراحة، الآن ابغى اشوف ايش حيسووا. واو، خمسة تبديلات لبدر وتبديلين اثنين لبو مازن. خلينا نشوف ايش حيصير، انا ماني خبير دي بف فما اعرف صراحة التبديلات هذه ايش تأثيرها، لكن الواضح انه التغييرات اللي سواها بدر شالت دي بف وحطت مكانه دروع، وبالتالي قل تأثير الدي بف كثير على شينوبي، فزادت نقاط لاعبي شينوبي. يعني أشوف أنا يعني هنا ناتوريزا عنده أفضلية لون واختيار ممكن يأخذها، بس بشكل عام كأنه اختفى تأثير الدي بف من على فريق، كأنه ما اختفى تماما بس اختفى جزء كبير منه. تمريرة جيدة من ناتوريزا إلى ليون، ليو ليو الذي يلعب في الدوري الياباني لكرة القدم يرسل كرة إلى ناتوريزا، ناتوريزا يستقبل كرة منخفضة ليست في وضع مثالي. إلى من يحاول التمرير؟ إلى من يحاول التمرير؟ الكرة إلى ريفاولا، ريفاولا استلم الكرة لحاول التسديد،
ريفا هو اللي فيه تسديدة أرضية وبدر الجدي يعلن التحدي ويقول إنني سوف أفوز. ماذا ترد الآن يا شينوبي؟ واو 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 الأفضلية لريفاول. ريفاول لما يدخل منطقة الجزاء لا يستعد أبدا. والهدف الثالث يا إلهي، الهدف الثالث لمصلحة بدر الجدي 3-1. I just noticed that we have a new subscriber on the screen. James, welcome James. And I hope you're enjoying the live stream for today. النتيجة الآن ما زال مصر شينوبي على الالتحام مع ناتوريزا. هل يستطيع شينوبي إعادة الأوضاع إلى نصابها والتعادل؟ هل يستطيع إحراز هدفين ليتعادل؟ ما زال مصرا على التمرير وناتوريزا، ناتوريزا يقطع الكرة مرة أخرى. يتهيألي أنه ناتوريزا في آخر الطاقة ومرة ثانية. يا إلهي على التمريرات. عميد أنصاري سايلنس. ماني فاهم صراحة يا صديقي، ماني فاهم الكلام اللي كتبته يا شباب. خلاص كفاية، نبغى نشوف ماجد. كرة واحد لماجد. كرة يرسلها ماجد بالاستفادة من التشانس ميكر. زمان على التشانس ميكر يا ماجد. صراحة ما كنت أحب ماجد الأحمر برشلونة، بس ما أعرف إذا هذا أقدر ألعب شيء في فريق بف ولا لا. صراحة أنا واحدة من أسباب إني ألعب فريق دي بف، عفوا إني ألعب فريق بف. خلينا نشوف هل هذا الهدف الرابع أم أن كازياس سوف يفلح في التقاط الكرة؟ الهدف الرابع، هدف جديد لناتوريزا. 4-1. أين أنت يا شينوبي؟ مليه أوزغن، مليه أوزغن from تركي. Let me know if I guessed correctly. Guys, I will remove these two comments. Melee, please don't use this emoji. Please. Flying drive overhead. يا شباب كنا نبغى نشوف تسديدة ماجد، ولا حكيكم استعمل تسديدة ماجد اليوم. متحمس جدا. ناتوريزا يغضب. نتيجة 4-2 لمصلحة بدر الجدي. شباب نبغى نشوف تسديدة ماجد، يرحم أبوكم في وقت ولا ما في وقت. ما حنشوفها على ما يبدو، ما حنشوفها. الكرة حوزة المياه بعد ان ارتطمت بقدم ناتوريزا.
كرة يقطعها شميت بعد تمريرة بعيدة ويعلن الحكم نهاية هذه المباراة الندية 4-2. شباب الديبف اتعبتوني صراحة وما خلتوني اشوف تسجيل ماجد لماذا. يعطيكم العافية يا شباب، يعطيكم ألف عافية وجود جيم. وفعلا يعني الديبف له أساتذة، أنا صراحة ماني واحد منهم، بس خلينا أقول كلمة ما كنت ما كملتها قبل شوية. واحدة من أسباب أنه أنا ما كملت تطوير فريق الديبف بعد ما صار أبديت الباوندري بريك فور، هو أنه ما في ماجد تشانس ميكر. ماجد تشانس ميكر يفرق كثير. ماجد هذا ميزته انه يلغي قفل الحركات، عنده احتمالية يقفل حركة، وعنده انسايت ماستر. فاذا حصل التحمت انت فيه مع لاعب وقفلت مهارة دفاعية عند الخصم حتعدي وتكون بشار. يعني ماجد هذا كمان يعني تتمرد فيه لما تلتحم مع الخصم لاعب لاعب او لاعب الى لاعب. لكن بدون تشانس ميكر تحس انه في شيء ناقص. فيمكن الان بعد ما نزل ماجد الكوليكشن دي بف ممكن ارجع اكمل تطوير الفريق هذا اللي انتم شايفينه. يعني انتم شايفينهم الان ترى كلهم اس 99 كلهم، بس وقفت ألعب فيه مباشرة لما صار في أبديت الباوندري بريك فور. فمع ماجد الجديد احتمال أرجع ألعب فيه، بس خلينا أنا ما حطور فريق جديد إلا لما خلص الاحتفالية علشان أستقر على شكل الفريق. يعني ما بقى أروح أطور لاعب، والله عندي كور كثير جدا صراحة، عندي كور كثير جدا. سابينا موغاسا، عندي لاعبين كثير دي بف ما طورتهم موقفهم، قلت بس أبغى أشوف صورة الفريق الدي بف. على فكرة الفريق الدي بف صار مرعب صراحة، مرعب. يعني في أسماء لاعبين ممتازين مهاراتهم ممتازة، يعني فريق الدي بف هذه الأيام أقوى بكثير من الدي بف حق زمان حق الجونيريوت. من هذا كان نسيت فريق لعبه مكشوف يعتمد على بيير نابليون ميسكي، الوانتو حقهم كان خارق. لكن اللعب كان مكشوف جدا. الآن فريق الديبوف ما تقدر تخمنه، وخصوصا مع الخيارات الجديدة في فريق الديبوف ممكن اثنين دي بف يقابلوا بعض وتشكيلاتهم مختلفة. I think I will not play a friendly match today. We are almost 2 hours and 20 minutes in this live stream and I really feel tired. I will do another live stream hopefully next week on Monday. We'll figure out right now. On that day I will play a friendly match. هذا البنر متى موعده؟ خلينا نتكلم الآن على البنر هذا. لا الآن صبركم معايا. لا الديباف مو شرط يعتمد على ناتوريزا، الآن في خيارات جديدة في الديباف. خلينا نشوف هذا البنر حيكون يوم 13/6 اللي هو يوم الاثنين. جهزوا نفسكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. اللايف ستريم القادم حيكون يوم الاثنين على شرف البنر الألماني. Our next live stream will be on Monday. اوكي خلينا نروح نشوف. يقولوا الشباب لا ما حشتري ماجد الان، يمكن اسحب لفه زياده على بنر الكوليكشن ونشوف بعدين اشوف اشتري ماجد ولا لا. يعني اعذروني يمكن ماجد ما تشوفوه اليوم عندي. جيرمن يقولوا النقاط اللاعبين هنا، خلينا نشوف موجودين فعلا هنا ولا لا. لا ما هم في الداتابيس، بس خلينا نشوفهم من
طيب خلينا نشوف هنا. اللاعب الأول شنايدر باللون الأزرق. لاحظين السنة هذه الاحتفالية شنايدر أزرق، الاحتفالية اللي فاتت السنة اللي فاتت شنايدر أزرق، الاحتفالية اللي قبلها شنايدر أزرق، وكلهم رايزنج صن. إيش حكايتهم مع شنايدر أزرق؟ أنا ماني فاهم. طيب شنايدر حيكون مع أجيلتي تيم سكيل أجيلتي نون جابانيز، في حال وجود 5 لاعبين زرق غير يابانيين الفريق يزيد 25%، ونقاطه حتكون ثابتة طول المباراة نفس باسيف ناتوريزا. في حال وجود 5 لاعبين أجانب غيره حتزيد نقاطه 15%، وتسديدة عالية فاير هيدر جديدة فورس 500، هذه المهارة الجديدة، وسوبريم فاير شوتو، هذه تسديدة الفست الجونيور يوث الأخضر، وأعطوا له جيرمانيك وان تو هيدر، الوان تو اللي حيكون معاه في تيجر بران، البوند حيكون في حال وجود 3 أجانب بغض النظر عن اللون والانتماء حيزيد الفريق 3% والخصم حينقص 3%. هوت لاين، هو عنده هوت لاين، إذا استلم كورة من مهاجم أو من لاعب وسط تزيد نقاطه 10%. والهاي فلاينج شوت سبيشال سكيل تزيد 9%، يعني حيكون عنده الهيدر كأنه 545. واو. وريسيف أكروس أز فلاي هاي فلاينج بول 80%. يبغوك يا حبيبي يا صديقي يا سيد الفاضل تلعب بشنايدر كأنه ماركوس، ولكن اللي يفرق في شنايدر عن ماركوس إنه ماركوس مو شرط يجيل الكرة هوت لاين، لو هو استقبل الكرة أرضية وأعطاها لنفسه نقاطه ما حتزيد ولا حتنقص. شنايدر نقاطه حتزيد 10% إذا استلم الكرة من لاعب وسط أو من لاعب هجوم. تخيل وراء ريفاول الأخضر، شوف تخيل وراء ريفاول الأخضر الفست حق الاحتفالية الماضية، ريفاول يعطي له 10% وهو ياخذ من ريفاول 10%، يعني هو عنده هوت لاين 10% وريفاول يعطي له 10% يزيد 20%. واو، يعني هذا اللي تحققت الشروط اللي اتكلم عنها. اتوقع هذا الفريق فرقة ديباف ممكن شايفين فرقة ديباف اللي يستعملوا ماركوس مع شنايدر، هذا ماركوس حيطلع من التشكيلة لانه هذا اصلا ديباف واستلم كور عالية. يمكن ماركوس يكون احسن بشكل عام في الضربات العالية، بس هذا برضو ما يستهان فيه. كالتس ثاني نسخة في التاريخ لكالتس اتوقع كلاعب ديباف، و هذه المرة لونه احمر، و التيم سكيل في حال وجود 5 اجانب حمر نقاطه تزيد 25%، معاه فول بادي ستاند 20% على عكس حق السنة اللي فاتت، عكس حق السنة اللي فاتت في اللون وعكسه في طريقة اللعب. هذاك كان معاه فاير بوتنشل لازم تنقص طاقته علشان تستفيد منه، هذا لا، في بداية المباراة حيكون أقوى. أعطوله أفضل انترسبشن وأفضل تاكل، أول انترسبت وسكرامبل ديفنس، وأعطوله الدريبل الوحيد اللي عنده هيدج هوك دريبل، الباس من نوع أي نفس النقاط حقت البون 3% بلس وماينس، بس المرة هذه حيقولك في وجود 2 لاعبين أجانب حمر يزود شنايدر 2%. تمام، عنده أوتو انترسبت وأوتو بلوك 70%، يعني هنا أنت بس يبارك تعطيله مهارة بلوك عشان تكمل طقم المهارات، إذا عندك ذا كالتس بلوك أعطيله هي، وعنده 15% زيادة نقاط ضد التسديدات الغير هوائية.
عجيب. طيب الأخير تقر بران وصراحة صورة غريبة عجيبة، أحس وجهه صار نحيف من الزاوية هذه ولونه هذه المرة أخضر. ثاني تقر بران دي بف، أتوقع تقر بران هذه ثانية نسخة خضراء واثنينهم دي بف، بس هذا لعبه غريب. خلينا نشوف. أوكي الآن بدأت أستوعب، هذا ترى حيكون مزعج. تقر بران يكون مزعج، عنده ميد اريا ماستر 20%. خلينا نرجع للمهارات بعد شويه. ميد اريا ماستر 20% وعنده 20% سايد ماستر، يعني اذا لعب في الاطراف وفي نص الملعب تماما حيكون 20%. يعني هذا الواحد يلعب فيه كطرف، هو يلعب كلاعب وسط مهاجم ولاعب محور، بس انا انصح تلعب فيه وسط مهاجم على الطرف، لأنه لما تكون أنت وسط مهاجم على الطرف في السايد لاين حتكون نقاطك شغالة، وإذا أحد سحبك في الميد أريا حتكون نقاطك شغالة. أوكي، مشكلته حتكون في المنطقة الحيوية أو الفايتال أريا أو البينالتي أريا، فعشان كده خليه يلعب وسط في الطرف، يعني وسط على الأطراف، وسط مهاجم على الأطراف. هذه نصيحتي أنا، فتحطه في تشكيلة يكون فيها 3 لاعبين وسط أو 4 لاعبين وسط وتخليه في الطرف عشان تكون نقاطه شغالة طول المباراة، وهو واحد من اللاعبين البف يعطي في حال وجود 3 لاعبين أجانب يعطي الفريق 5% ويزيد الألمان 1% إضافية، استهلاكه للطاقة أقل ب10% عند استعمال الحركات الخاصة، ويقفل حركة من حركات الخاصة بنسبة 70%. أتوقع 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 صراحة يعني من النظر المبدئي أن اللاعبين الثلاثة ممتازين. أتوقع مع أفضل تمريرة رايجو باس مع أفضل مهارتين دفاعية جاهز، وصراحة جاهز من الناحية الدفاعية، بس تبغالك تعطيله دريبل، يبغالك تعطيله دريبل. في عنده هاي باور تاكل تضيفها عشان لو أحد قفل عليك مهارات الدريبل، أتوقع عنده نوعين مهارات دريبل بس الأقوى منهم اسمه بيرست دريبل، وعنده 1-2. مشكلته ما عنده انترسبشن إضافي، وفي عنده بين بوينت باس. طيب بالتوفيق للجميع في هذا البنر. في خبر عن تعديل حيحصل على النكست لاعبين النكست دريم اللي في نادي أمستردام، جون ميسوغي وكليزمن ودولمن، قال لك حنعدل في النقاط، أتوقع ما حيزيدوا. ايش القطعة الثانية كمون، فورسبل انترسبشن ولا سويفت انترسبشن؟ قالوا بالنسبة للهولنديين حيزيدوا نقاطهم، ما ذكروا فيه تعديل على الهيدنات. حنشوف متى حيعدلوا ايش حيكون، بس اللي ما سمع الخبر يكون سمعوا مني الان. 415 معناها سويفت انترسبشن. خلينا نشوف، والله يمكن انا حاطه عندي بس احتمال، والله حاطه بس انا ناسي لاني من زمان ما لعبت بتقر بران. خلينا نشوف، من زمان ما لعبت بتقر بران. من الإيفنت، أي إيفنت يا شباب؟ سابين I will not play today. I will not play today. I will play in maybe on Monday or Friday. I noticed that you said that you'll be busy on Monday, but I cannot play today. It's late already here, and I have other commitments. I'm actually late by 30 minutes. High speed interception. هذا أنا كيف ما انتبهت لها هذه؟ صدق أول مرة أشوفها، وعندي منها 3. هذا كان في إيفنت سابق. عجيب. عليكم السلام يا دراغون. طيب ناخذ لفه زياده في ماجد. لفه واحده في ماجد. يلا هذه لك يا دراغون اي سي ميم. يلا
صح الشيشاني في إيفنت الميداليات. والله يمكن بس أنا ما ركزت، توقعتها هي اللي أعرفها، أنا ما كنت منتبه إن انترسبشن ثانية صراحة، ما انتبهت إلا الآن. ما في والله، صحرة أنا تعبت والله، تعبت. بس هكمل اللفة ونشوف. إلهامي هذه لك يا إلهامي. والله يا إلهامي لسه فيها أمل يا إلهامي. نزار الجودي. يلا يا نزار الجودي، نزار الجودي. اسمع، كونو أوري دا. شنايدا. إيكي. مبروك ريفول. طيب الله صراحة شيء غريب. ها كنارز غورو وباتي ياري إيكو زي تايغا إيكو. Enough for today. Flash player. ما يبي يطلع. خلاص. تعبنا خلصنا. ما يبي يطلع. برضو ما حشتري، خلي بن طاهر صديقي حبيبي، بنورنا والله بن طاهر. طيب يا سادة يا مشاهدين، أسعدتموني بوجودكم معايا الليلة واللايف ستريم كما تلاحظون نسويه للمرة الثالثة على التوالي في وقت مبكر عن المعتاد، علشان أصدقائنا المبكرين اللي يحبوا الأوقات المبكرة يقدروا يتابعونا ويخلصوا معانا ولسه في وقت يلحقوا يسوي شيء ثاني. وعدتكم أني أحاول أشوف أوقات تناسب مختلف شرائح المتابعين في القناة. في ناس يحبوا السهرات، في ناس يحبوا الأشياء أو الأحداث اللي تحصل مبكرا خلال اليوم. أتمنى اللي كانوا معانا في اللايف اليوم انبسطوا صراحة، أنا سعيد جدا. وصلنا إلى عدد رقم قياسي اليوم في عدد المشاهدين، أتوقع وصلنا 165 في أعلى وقت أتوقع، والله أعلم. ما شاء الله تبارك الله، وعدد المشتركين ما شاء الله كمان زاد اليوم. والله أشكركم كلكم. ما يطلع عندي أسماءكم كلكم اللي اشتركتوا، إلا بس اللي يفعل إمكانية أنه يظهر اسمه عندي. أتوقع اشترك اليوم معانا وفي خلال اللايف ستريم اشتركوا يمكن 20 منهم، 4 فقط شفت أسماءهم، هم شايفينهم أنتوا على الشاشة. والله أشكركم كلكم أشد أكبر الشكر، وباقات ورود لكم. والله إنك يعني أنا بطالع صراحة في الأرقام، أنا جدا مبسوط يا أخي. الله يجعلني دائما أن تحسن ظنكم، وإن شاء الله تكونوا فعلا مستمتعين معنا. صدقا أشكركم جزيلا، صدقا الله يعطيكم ألف عافية. أي تبكج يا عبد الوهاب عشان نبغى نختم. يلا صراحة أنا تعبان صدقا، مرهق للأمانة عن البكجات اللي ضفتها في المتجر. فهمت عليك متزلة أمين حبيبي يا شباب. طيب خلينا نتكلم على شكرا يا عبد الوهاب، شكرا يا حبيبي، شكرا.
بالنسبة لموضوع متجر سايلنت زي للدريم بولز، الإخوان من داخل السعودية يقدر يتواصلوا معايا، اللي يعرفني على الواتساب يكلمني على الواتساب، اللي ما يعرفني يقدر يروح على التليجرام وشوف هناك أنا شو العروض، وأفضل تجيني على الديسكورد تتواصل معايا هناك. عملية الشراء تكون عن طريق تحويل بنكي مباشر، هذا الطريقة اللي أفضلها، أو عن طريق STCPay. أوكي، هذا من داخل السعودية. بالنسبة للإخوة من خارج السعودية من دول غير دول أوروبا وأمريكا، خلينا نقول من الخليج مثلا أو من باقي العالم العربي، تقدر تشتري دريم بولز وكل محتويات المتجر، الباكجات والعروض اللي فيها، نفس هذه اللي هنا مثلا. شوفوا هذه، لما أقول باكجات العروض أقصد هذه، كلها موجودة على متجر سايلنت زي على منصة اسمها سلة. حطيت لكم كل الأشياء هذه، تخش جوا تختار، ولما حتطلب هناك حتدفع بالكريدت كارد، و حيجيني إشعار أنك أنت اشتريت، حتواصل معك على طول، حتحط رقم جوالك، حضغط عليه هناك، حيدخلني معك على الواتساب، أخذ منك التفاصيل كاملة ونشتري لك اللي تحتاجه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، أعطيك رقم حسابي في السعودية، في بنك محلي هنا في السعودية، تعرفه عندك كمستفيد دولي وتحول لي مباشرة، يوصلني تقريبا خلال يوم إلى 3 أيام، وأول ما يوصلني المبلغ حشتري لك الأشياء اللي تحتاجها من الدريم بولز والمتجر بأسعار مخفضة. بالنسبة للإخوة من أوروبا وأمريكا يقدروا يشتروا أو يحولوا لمبالغ للشراء عن طريق باي بال، ولكن التحويل موجود عندهم في خيار اسمه تحويل للأهل أو الأصدقاء. إذا حولت، إذا تقدر تحول لي كالأهل والأصدقاء، هيوصلني التحويل في لحظتها وأقدر أشتري لك اللي تبغاه. وإذا كان مو متوفر، افترضنا أنك أنت في أوروبا وفي أمريكا ولسبب من الأسباب مو متوفر عندك خيار باي بال للتحويل للأهل والأصدقاء، تقدر تستعمل الطرق اللي تكلمت عنها قبل قليل للإخوة من خارج السعودية، سواء تبغى تشتري من متجر سلة أو تبغى تحويل لتحويل مباشر من بنكك إلى البنك حقي كمستفيد دولي. تفاصيل أكثر كلموني على الديسكورد، تعرفني على الواتساب، كلمني مباشرة على الواتساب، ويفضل دائما تكلمني في هذه الأمور قبل ما تنفذ أي حاجة، عشان أنا أقول لك إيش أفضل طريقة لك وأكثر طريقة تقدر توفر فيها وأسرع طريقة تقدر توصل لي فيها المبلغ اللي أحتاجه عشان أنفذ لك العملية. وأتمنى أنه أنا أكون لحسن ظنكم دائما في هذا الموضوع، وصدقا الأسعار اللي هتاخذوها في فترة الاحتفالية لا تعوض، والله عرض خاص جدا 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 لكم في فترة الاحتفالية، لأنه والله همي الأول والأخير أنه في الاحتفالية ما تتضايقوا من نتائج السحب، فوق أنكم تتضايقوا من، يعني عفوا، تتضايقوا من الجلد والمصاريف اللي حتكون حمل فوق حمل أنه الواحد يسحب من البنرات وما يطلع له اللعب اللي يبغاه. فأنا خلينا نقول منخفف عليكم في المصاريف، يعني والله يعينكم على الجلد، يعني ما أقدر أسوي حاجة الصراحة أجيب لك حظ كويس في سحب البنرات، بس على الأقل أقدر أساعدك أنك تخفف من الناحية يعني ناحية المصاريف. الله يعطيكم العافية. هو سبيتر جينزو أور مولر، جينزو overall is better than Mueller, but Mueller I think he will be better against the non-Japanese players. So if you faced a team that has no scorers in the forwards or attacking midfielders, put Mueller immediately. He will be in his full potential for the whole match. طيب شباب، الله يعطيكم العافية، صدقا استمتعت جدا جدا معاكم، ومعلش يعني حظ ما حالفني مع ماجد، أقدر أشتري بس ما حشتري الآن، خلي شوية يتربى في المخزن. موعدنا إن شاء الله بإذن الواحد الأحد يوم الاثنين،
بإذن الله. إذا ما قدرت الاثنين يمكن هعمل ثلاثاء أو أربعة. أوكي، بس حيكون في إن شاء الله في لايف ستريم في نص الأسبوع، في منتصف الأسبوع. تمام، إن شاء الله على الموعد. أشكركم جدا. تذكير أخير، ادعمونا عن طريق الإعجاب بالمقطع. ما شاء الله العدد اللايكات اليوم جدا رائع، أشكركم جدا. الشباب اللي ما حيشوفونا لايف، نستنى منكم اللايكات. اشتركوا في القناة، اشتراك في القناة يدعمني جدا جدا، مشكور لكم سلفا. وفي روابط في خانة الوصف، الرابط الأول لسيرفر ديسكورد الخاص بالقناة، شاركونا هناك. العدد جاوز ب200 بعدد كبير، والنقاشات كل يوم ما شاء الله شغالة هناك، وأحاول أكون متواجد معاكم هناك بقدر الإمكان. معلش الفترة الأسبوع اللي فات كنت جدا 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 مرهق ومستنفد بسبب مسؤوليات العمل، وما كان عندي وقت اصلا انام. فتخيلوا ان الاقي وقت ادخل اكتب معاكم. لذلك انا الان اصلا حاس بارهاق، حسيبكم الان اروح كده ارتاح واتعشى وانام بدري اليوم ان شاء الله. وفي رابط اخر اللي هو رابط التليجرام، تابعونا هناك علشان تعرفوا اخر اسعار وعروض متجر سايلنس زي للعبة كابتن تسوباسا دريم تيم. و أخيرا وليس آخرا، رابط الدعم المادي والتبرع للقناة اللي دعمنا، نكون له من الشاكرين المقدرين. أعزائي المشاهدين، كان معكم سايلن زي في بث مباشر لبنر السوبر دريم كوليكشن، ماجد أو تسوباسا أوزورا ودوتر مولر. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا الليلة، نلقاكم في القريب إن شاء الله. دمتم في ود وفي رعاية الله. كان معكم سايلنزي، تصبحون على خير وإلى اللقاء.